نبقى في بغداد، وبعد محاولات إنهائها بالقوة توفد المئات من طلبة الجامعات والمدارس وعدد من المدنيين إلى ساحة التحرير وسط بغداد، فيما شهدت المناطق القريبة من الساحة إصابات في صفوف المحتجين. الإصابات حدثت نتيجة استخدام القوة الأمنية القنابل المسيلة للدموع بالقرب من ساحة الوثبة، حيث سجلت 13 حالة اختناق، كما حدثت مصادمات قرب ساحة الخلاني وقرب جسر السنك بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين. إلى وزارة التعليم، من خافه وخافه داوم هالسبوع، عفه ودمك يا عمر كون الرجم، أنا بيام الصدق يومي يغيب، وهسه من تاهت يريدون التزم. هم ما يسوون ما يقدرون، احنا شعب ثائر. هاي الخيم حرقوها، هاي مو بس خيمة، هذا وطننا. احنا صار لنا 115 يوم هنا بهاي الخيمة نسعف فيها الناس الثوار، ما عدنا سلاح، مجرد العلم العراقي والمي والإسعافات الأولية. احنا نشتريهم تبرعات ذاتية.